وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل وصفه هي من زمان بس مستمريه لغايه دلوقتي، وهي صينيه البطاطس باللحمه. باللحمه يعني ليه باكدها ليه كده؟ لان كتير سالوني عليها، معناها بسيطه جدا وسهله، ولكن كان الناس الجداد اللي بيعملوها بلحمه نيه، فكانت اللحمه النيه اللي بيحصل لها بتطلع طبعا البطاطس بتستوي جدا واللحمه بتبقى نيه خالص. فقلت ماشي هنعمل صينيه بطاطس باللحمه بطريقه سهله طبعا وبسيطه جدا، ما فيش اي اختراعات غير ان انا بس لازم اضيف لها اللحمه عشان الصينيه على بعضها. بص بقى، هي لازم اللحمه تكون مسلوقه. لازم اللحمه تكون مسلوقه، ده شرط اساسي. طب لو اللحمه مش مسلوقه وانا عايزه اخلي كل الطعم جوه الايه؟ جوه الصينيه، اعمل ايه؟ لازم اسويها الاول حتى لو بالبصل، يعني مش عايزه اسويها سلقه كده حلوه زي ما انا سلقاها هنا كده دلوقتي. دي انا ممكن اروح حاطه كل المقادير دي على الارض، خلاص صينيه وخلصت على كده مع شويه شوربه. ماشي؟ طيب انا اللحمه عندي مثلا مش مسلوقه، اعمل ايه؟ انا هعتبر دي ان دي مش مسلوقه، لان طبعا هتاخد معايا وقت بسرعه هنا غير لما تقعد معاك. وانت لو عملتش هقول لك دلوقتي وانا الخطوات اللي هعملها، ايه هنعملها ازاي لو انا عايز استخدم اللحمه مش مسلوقه. لو اللحمه مسلوقه المكونات دي كلها على بعض وادخلهم الفرن على طول. طب لحمه نيه هقول لك نعمل ايه، بس اول نقول لك المقادير احنا هنستخدمها ايه. طبعا مقاديرنا بطاطس، عصير طماطم، بصل، ثوم، لحمه، فلفل حامي لو حبيتي مش حب بلاش، ومعلقه سمنه. خلاص كده يبقى احنا عندنا بطاطس عادي خالص مقطعه بالشكل ده، قطعيها دايما لا رفيعه قوي ولا سميكه قوي، بالمعقوله الوسط ده شكله حلو جدا، ده مظبوط قوي. عايزاها سميكه عن كده شويه برده شغاله تمام. والعصير الطماطم والثوم والبصل وقرن فلفل حامي لو انت حابه. طيب نعمل ايه؟ نقول بسم الله. هنجيب، انا كده هعتبر ان اللحمه دي مش مستويه، زي ما قلت لك لو مستويه احط كل المقادير على بعض وخلاص. معلقه سمن كده، ولو عايز تعمليها مسلوقه معايا بالطريقه دي برضه حلوه، لان انا بشرب اللحمه من طعم البصل تمام. انه في الني في ني كله، حط البطاطس عليها، اللحمه عليها، عصير الطماطم عليها، البصل عليها، الثوم، وعليها معلقه سمنه كده، ودخلها الفرن. ده الني في ني، انما اللي انا بعمله دلوقتي ده لا، ده ايه اللي هي المفروض اللحمه تكون نيه، بس طبعا بتاخد معايا وقت كبير، وانا هظبطها مع البصل وافضل بقى ايه معاها لغايه ما تستوي. ازود لها شويه ميه شويه ميه بشويه ميه لغايه اللحمه ما ايه ما تستوي. انا بس كده افك البصلات دي من بعضها. سنه ملح كده على البصل. تمام. والطرق الحلوه بتاعتنا بتاعت زمان دي اللي هي صينية البطاطس باللحمه، كانت دي مفيش عزومه مفيش فرح مفيش مناسبه مفيهاش الصينيه دي. لازم صينيه البطاطس باللحمه دي موجوده في كل مناسبه. واحنا كمان دلوقتي مش عايزين الطبيخ نعمله، طبعا البطاطس غاليه بس ان شاء الله ترخص، يعني ان شاء الله عشان لسه جديده، بس تبقى في يعني كل حاجه نحط بطاطس على طول برضه. فهي نفس الحكايه، الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. اللحمه دي مسلوقه عشان انا النهارده بديها بس ريحه البصل. لو نيه هفضل ازود الميه شويه شويه لغايه ما تستوي، بس مسلوقه مش هعوز اعمل ده. وبرده اللحمه الملبسه فيها حلوه جدا، مش اللحمه الحمراء قوي كده لا، بيبقى فيها ايه سنه دهن شويه تدي طعم فظيع ليها. تمام كده. هجيب انا صينيه هنا خليها شويه على النار، واروح حاطه فيها البطاطس اللي قطعتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكميه اللي انت ايه يعني قطع دول حوالي اربع حبات بطاطس، حوالي اربعه.
اربعه كبار، قولي كيلو كده يعني. طبعا عايزه اقل من كده ماشي. تمام. انا كده بشرب اللحمه من الايه، من البصل. يعني الصواني دي من ضمن صواني الموسم، يعني لما يكون في موسم يعملوا المواسم اللي هي اللي احنا دلوقتي بننساها صراحه، يعني هي سواء موسم اول الشهر العربي مش عارفه يعني حاجات كده كنا زمان لازم. النهارده موسم، موسم ايه بقى؟ اول الشهر العربي، نص الشهر العربي كده يعني. كان في اوقات ليهم ايه معينه لازم يبقى في الموسم ده، يعملوا حاجات باللحمه، يعملوا حاجات بالبط، مش عارفه ايه، كان لازم يعني اكلات محترمه جدا. فكان من ضمنها صينيه البط باللحمه دي، دي للمواسم والمناسبات يعني. يعني عارفين حاجه قيمه كده مش اي حاجه. فاكرين هنيدي في الفيلم لما بابا عمل له في المتخرج صينيه بط باللحمه؟ هي بالظبط دي احتفاليه يعني. هاخد بقى عصير طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عليه توم، عصير طماطم وتوم، هي كده خلصت خلاص. ولو حابه قرن فلفل حامي احطها معايا هنا، واحطها مع الايه، مع البطاطس. انا هنا عندك شوربه بدل اللحمه مسلوقه، هنروح حاطينها على البطاطس كده معاها. ما عندكيش شوربه يبقى هنحط ميه. تمام كده، بس دي كل الحكايه، سهله جدا وبسيطه، وحاجه قديمه قوي 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 قوي، من زمان جدا كنا بنعمل لا كنا إيه، كانوا كمان قبلنا كمان بس كل عزومه وكل فرح. وبعدين دخلوا بعد كده عليها بقى ايه، صينيه المكرونه بشاميل بعد كده في بقى يعني اللي بقى خلاص يعني الحاجات الحديثه بقى معاها صينيه البطاطس وصينيه المكرونه بشاميل، دي كان الاساس في كل حاجه بقى. سيبها تغلي شويه. وقرن الفلفل ده انا ممكن ايه احطه حتى على الصينيه كده على طول هنا. نفتحها بس كده فتحه صغيره. ده لو انت عايزه، مش عايزه بلاش، خليكي في الايه، في الحاجه اللي حب العيله بتحب ايه. استنى عليها شويه. بس حاجه سهله سهله، ثانيه بتتعمل. ما عشان كده بقول لك يعني انت ممكن لو اللحمه دي مش عايزه تشربيها ريحه البصل تشربها معايا كده في الصينيه. هتري حاطه زي ما انا حطيت كده البطاطس عليها اللحمه المسلوقه عصير طماطم من غير ما يغلي ولا حاجه، من الخلاط كده على طول تري حاطاه مع بصل مع توم، وخلصنا على كده بس. وممكن كمان تعملي حاجه كمان، بجيب شفشق الخلاط ده احط فيه الطماطم، احط معاه البصل، اقطع بصلايه كده اربع تربع، احط معاه اربع خمس فصوص من الثوم، واضربهم كلهم مع بعض في الخلاط مع شويه ميه. ده اختصار للوقت بقى، وكل حاجه كده ني في ني كله. وانا مثلا الاولاد عندي مش بيحبوا يشوفوا البصل في الاكل او مش بيحبوا ياكلوه كده، هياكلوه في الخلاط هياكلوه. احط مثلا اربع خمس طماطمات، بصلايه مقطعه مربعات، واروح حطاها حتى معاها ثلاث فصوص من الثوم واربع فصوص من الثوم مع شويه ميه، واضربهم كلهم في الخلاط. كده البصل راح والثوم راح، ولا هيشوفوا اي حاجه. هقطع بس البطاطس واحط عليها اللحمه، واروح صب عليها كل ده ومدخلها الفرن. بس سهله جدا وبسيطه. انا هتغلي اهي عشان اساعدها بس، ممكن كمان عشان اساعدها اكتر. دي بقى من الحاجات اللي انا ممكن ايه اروح حاطه البطاطس على النار كمان واسيبها تغلي غلوه مع ده كله، بتستوي اسرع واسرع. تمام. الشتا بدا يدخل بقى ويخش مع البرد الجميل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يسترها. واحد جاي مش شايف عايز ينام. مدام الهام اهلا وسهلا. يا مدام الهام هو التليفون فيه حاجه ولا ايه يا ولاد؟ شكرا ليك.
كده ايه، هحط لها بس شويه ميه كمان. لا صلصه هتبقى لونها كده حلو، اللون ده حلو. لا 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 لا، بص بص هي كده تبقى جميله معقوله جدا يعني. يعني انت بتحب صلصه زياده؟ ايه احمر قوي يعني؟ طماطم غاليه، بطاطس غاليه، خلف معقول. هي كده اربع حبات طماطم كده ولا خمسه بالكتير هيظبطوا لنا الدنيا. مع عايز بقى احط معلقه صلصه ماشي، بس هي كده بصوا تغلى بقى كده، ايه تغلي والميه دي الطماطم البط تشربها، واللحمه تاخد بقى من طعم الطماطم دي معاها، تفسها كده معاها، واسيبها تغلي وبعدها ادخلها الفرن. معانا يا ميرنا، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا بتكلم حضرتك على طول. يا اهلا معلش سامحيني، مش عارفه اتكلم كويس عشان عندي برد بس. لا ما كلنا ولا يهمك. الحمد لله. هو انا كنت بس عايزه اعرف طريقه البيتزا بالسجق، بس انا كنت عايزه اعملها النهارده، فانا كنت عايزه اعرف طريقه العجينه مش المقادير. انا يعني انا عارفه المقادير، انا عايزه الطريقه بس. ولا حاجه كلها على بعض. ده انت عارفه عندك عجان ولا بايديكي؟ لا بايديا. بص طيب بتحطي انت، طيب عايزه حاجه تانية غير كده؟ لا شكرا كتر خيرك، انت مش مخليانا محتاجين حاجه. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. طيب حاضر هقول لك. بصي معانا وقت اهو الحمد لله، الحق اقولها لك. العجينه زي ما اتفقنا معاكي المقادير بتاعتها، بس هقولها اللي برضه عايزها، اللي هم كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق مع معلقه خميره كبيره يعتبر بس مليانه كده، يعني كبيره، وهزيها شويه خليها تبقى يعني قولي بالصغيره معلقه ونص، تمام؟ وهتحطي عليها معلقه سكر صغيره ورشه ملح، وممكن تحطي لبن بودره وممكن لا، وتعجني بالايه؟ بالميه. بتجيبي بقى هتعجني بايديكي، يبقى هتجيبي الخميره حطي عليها السكر، حطي عليها شويه ميه دافيه مش سخنه، دافيه، وقلبيهم وسيبيهم على جنب شويه صغيرين قد 10 دقائق كده. بتكون انت بقى جبتي الدقيق، حطيتي عليه رشه الملح، حطيتي عليه لو حطي معلقه لبن بودره مثلا عليها كده او معلقتين، وقلبيهم مع بعض، واستني شويه كده على الخميره دي قد 10 دقائق، تمام؟ هتحطي على الدقيق كان بعد ما خلاص مر ال 10 دقائق، هتروحي حاطه على الدقيق معلقتين ثلاثه من الزيت، معلقتين او ثلاثه يعني مش هيضروا معاكي، اللي هو معالق الرز دي معلقتين او ثلاثه، ممكن معلقتين كفايه، تمام؟ وبعدين تروحي بقى ماسكه الخميره دي وهتروحي ايه حطاها على الدقيق، وزودي ميه شويه شويه، واعجني لغايه ما تتكون معاكي عجينه طريه حلوه، عجينه طريه كده. غطي عليها وسيبيها تخمر، تقعد معاكي حوالي مثلا ايه قولي ساعة عشان الدنيا سقعت بقى، قولي ساعة تخمر. بعد كده بقى هاتيها حطي شوية دي بصات كده على الترابيزة، وفرديها وحطيها في صينية الايه البيتزا. تكوني عاملة الصلصة عشان استحالة تحطي صلصة عليها سخنة برضو. الصلصة دي عبارة عن ايه؟ الصلصة بتاعتها كوبايتين من عصير الطماطم، عليها معلقة من الزيت او معلقتين من الزيت، عليها رشة زعتر كده كويسة، معلقة ثوم مفروم صغيرة، وملح وفلفل وكمون، وسيبيها تغلي على النار كلهم مع بعض كده على النار، تبرد خالص تروحي بقى ايه حطها على وش العجينه دي. طبعا اعملي الصلصه دي قبل ما تعجني اصلا، يعني خليها جاهزه عندك. وبعد كده بقى حطي عليها الحشوه اللي انت عايزاه، السجق سويه، لازم تسويه، قطعيه قطع صغيره كده ومع بصل وفلفل، وسويه على النار وطماطم، سويه كويس جدا جدا، وبعدين حطيه على وش الايه فوق الصلصه، وبعدين حطي فيها بقى الجبنه او الزيتون والجبنه زي ما انت عايزه. معانا مين استاذه ليلى؟ ايوه صباح الخير. صباح الفل، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا رب، ربنا يخليك، اهلا وسهلا. تسلمي لي. سؤالين بس. اتفضلي. الو. ايوه معاكي، اتفضلي. اول حاجه انا ما بعمل الاكلير بيبقى طري قوي من جوه. معرفش من بره بيبقى ناشف كده حلو يعني، بس لما بفتحه عشان احط الحشو بلاقيه طري خالص، عجينه. مش نافش؟ نعم. مش نافش؟ ما في من جوه مبقى. لا 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 ما بينش، لا ما بينفش خالص يعني. طيب ايه تاني؟ دي حاجه. التاني خللت بتاع ده اسمه ايه الجديد ده، اسمه اسمه ايه؟ ايوه اللي جنب الارنبيط. مين؟ ايوه اللي جنب الارنبيط. اسمه ايه ده؟ المهم حادق جدا، اعمل ايه بقى في الحدوقيه دي؟ طلع حادق جدا، حطي له حاجه معاه تخلل معاه تاني، حطي مثلا خيار،
حطي حطي اي صنف تاني معاه يشرب الملح ده، قطعي خيار وحطيه، قطعي جزر وحطيه، اي حاجه معاه تانيه غير النوع بتاعه عشان ما تلخبطيش مين استوى مين ما استواش. انت عارفه كده اللفت هو اللي استوى بس حادق، خلاص يبقى احط عليه اي نوع تاني، احط بقى فلفل، احط مثلا خيار حلو قوي ليه، احط مش هقول لك حطي لفت تاني لان هتلخبطي بالاثنين. ايه تاني بنخلله تاني ممكن دلوقتي؟ ايه تاني ممكن؟ قرنبيط، قرنبيط كده زي ما هو حطيه ينزل لتحت، حاجات كتير يعني، اي حاجه كانت تلاحظي ان هي تنفع تخليل غير النوع اللي انت خليتيه نزليه معايا، ده هيشرب من ملحه كويس جدا. تمام بس كده. انا ايه الفوطه فين؟ البطاطس بتغلي اهي، بس لا خليها تغلي كمان شويه، هخليها تغلي حبه كمان عشان ما تاخدش معايا وقت في الفرن. استنى عليها حبه. طيب الاكلير، الاكلير بصي بقى انت طب هقولك بعد الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وهنعمل مع بعض دلوقتي صينية خضار بالرز، حاجة كده من وصفات اللي بعد كده خدنا منها المقلوبة، بس هي كانت زمان بتتعمل بقى في الايه، في الاماكن بقى ساعة ما يجوا مثلا في الغيط بقى، في يعني زمان قوي بقى في الفلاحين والكلام ده، ايام ما كان بيجيب حد في الغيط او بيخبزوا او بيبقى عندهم عمال يعني في بيحصدوا او بيعملوا حاجه في الارض، يعني عندهم ناس كتير عايزين ياكلوا، او يكونوا مثلا بيخبزوا وعايزين يعملوا حاجه سريعه فيعملوا صينيه خضار بالايه بالرز في الفرن. دي عيله من عائلات بتوع زمان قوي قوي يعني، فكانت برضو بس كان بقى احنا قلينا الحاجات دي، ما كانوش بيقلوها قوي يعني، كانت ايه تشويحات كده بسيطه، ما كانوش القلي ده عندهم، او يحطوها نيه مع الرز مع البتاع كله في الفرن كله على بعضه. احنا بقى ايه قلت خليها تاخد شويه من المقلوبه شويه كده، واديها الخضار ده مقلي، اديها الخضار مقلي. يعني انا عندي هنا بتنجان، قرنبيط مقلي، مقلي عادي خالص مش مسلوق حتى، هو مقلي بس على طول محمر زي ما اكون بقلي بتنجان بالظبط، فلفل وبطاطس. ماشي، هما كانوا يعملوا بطاطس وبتنجان بس، احنا زودنا قرنبيط وزودنا الفلفل. ماشي، كانوا يعملوا ده مكعبات وده مكعبات، ومعاه الطماطم ومعاه الرز ومعاه البصل وكل الكلام ده على بعضه كده، ودخلوه الفرن كحاجه يعني سريعه وسهله كده، مش عايزه اي ايه اي حاجه على النار ولا الكلام ده كله، لا كله كده زي ما هو. احنا قلبنا شويه يعني عملنا فيها شويه تعديلات كده بسيطه، ده احنا زودنا لها قرنبيط بحيث تزود القيمه الغذائيه للاكله، وزودت لها فلفل الرومي، وهنعملها بطريقه كده ان شاء الله تعجبكم دلوقتي. بص دي عباره ورز كمان، تمام كده، عندنا عصير طماطم وبصل وثوم، رز حوالي 3 كوبايات، بتنجان مقلي، بتنجان اي واحده مقليه، قرنبيطه صغيره مقليه، قرنين فلفل رومي، فلفل حامي عايزاه ماشي، وبطاطس شرايح كده دي حوالي حبايتين بطاطس، دي بقول لك اكله لوحدها، دي اكله لوحدها، زي ما بقول لك هم كانوا بيعملوها. مره بعمل لكم الطريقه اللي ايه اللي هي البسيطه جدا اللي بيدخلوها الفرن، عملناها قبل كده بتهيألي كده. بص بقى هتجيب سمنه او زيت، انا جايبه حاجه تقشر احط فيها الايه العصير ممكن احط في حله عادي، وانزل البصل والثوم، تتبيله كده بسيطه، ماشي دي لذيذه قوي الصينيه دي ان شاء الله تعجبكم. ثوم عصير الطماطم
ونظبطها بقى ايه التوابل اللي احنا عايزينها. عايزه ملح وفلفل بس ماشي، عايزه ملح وفلفل وكمون ماشي، عايزه بهارات اوكي، عايزه تحطي الكاري ماشي، لو عايزاه يعني فيها طعم الكاري طبعا مغذي جدا. انا هحط شويه بهارات عليها كده، واحط شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح. البهارات دي اللي بتحبيها تحطيها، عايزه ملح وفلفل بس حطي، واديها كمان ميه، انا مش عايزاها تتسبك قوي، ميه عايزاها تغلي بس. والسائل ده يكون قد الرز مره ونص، يكون قد الرز مره ونص، هخليه يغلي. ونيجي بقى نرص الصينيه بتاعتنا. هنحط الرز الاول، ماشي، حط عليه رص القرنبيط. القرنبيط ده قلياه عادي خالص، قلياه محمراه زي ما يكون بحمر بطاطس بالظبط. يعني ما استلقش ولا حاجه. معانا فاتن، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، تسلم ايديكي على كل اللي انت بتعمليه، اكلك جميل جدا. تسلمي يا رب، تسلمي، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي، لو سمحتي انا عايزه اعمل مسقعه بس مش عايزه اقلي البتنجان، ممكن ادخله الفرن من غير ما اقليه؟ عايزه اعرف طبعا اشويه ازاي بقى. طيب يعني رشي عليه بس زيت كده، ارشي صينيه زيت، امسحي صينيه زيت وهو حطيه رصيه ورشي عليه زيت من فوق او بفرشه، بس هو بس عيب انه بياخد وقت شويه في الفرن، يعني ممكن لو شغلتي عليه شوايه يبقى احسن، بس لازم ترشيه من فوق ومن تحت كده بالايه بالزيت. فلفل هقطع حاجات دي صغيره، قطعها صغير لو عايزه. استاذه نبيله اهلا وسهلا، واحد في الوسط. اهلا بيك، زي حضرتك. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بس بكلم حضرتك عشان اشكرك على كل اللي بتعمليه، وكل يوم الصبح صدقيني بقوم ادعي لك قد كده. الحمد لله ربنا يخليكي، تسلمي يا رب، تسلمي، متشكره جدا. يعني انا ما كنتش بعرف اطبخ خالص لما اتجوزت، بس حماتي اللي هي بتفضل عليا بصراحه بعمل كل حاجه. طب الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله. احنا برضو استفدنا من حضرتك كتير قوي. ربنا يخليكي يا رب، شكرا جدا ليكي ولذوقك، شكرا، تسلمي يا رب، تسلم ايديكي. طيب الحمد لله. بصوا بقى هنعمل ايه، احنا كده حطينا، ركزوا بقى في الحته دي، يعني الحاجات دي كويس قوي. انا كده حطيت الرز من تحت تمام، عليه الايه الرز كمان اللي انت عايزاها، عليه قرنبيط مقلي وعليه الفلفل المقلي. طيب دلوقتي في حاجه، انا لو عايزه الحاجات دي تبقى مش عايزاها مثلا تبقى سليمه كده جوه الرز ده، الرز مثلا هغرف فيبدا تطلع منه حتت كبيره، فلو مش عايزه ده قطعي صغير. انا هنا مش مشكله بالنسبه لي، عادي تطلع وده يتاكل مع ده، ما فيش اي مشكله، بس ممكن تقطعي قطع صغيره كده وتروحي حاطه كله، فتغرفي تغرف كله معاك قطع على بعضها تمام كده، بس سهله جدا. انا بس مستنيه احط ده عشان ابوظش الرصه. مين معانا؟ مين معانا يا محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كل لو سمحت الله يكرمك، احنا متابعينك. انا مش عايز مقلي خالص، انت عايز اعملها قولي لنا على الطريقه، ما يكونش فيها المقليات اللي انت عاملاها دي كلها للناس الكبار دول. ممكن ني في ني. طيب قولي لنا نعمل، قولي لنا. حاضر عيني، لسه كنت بقولها حالا دلوقتي. الطريقه القديمه منها ما كانتش مقليه خالص، الطريقه القديمه منها احنا بنقطع مثلا البتنجان مكعبات والبطاطس مكعبات. يعني الرز اهو خلاص، بطاطس مكعبات هعملها لكم، هعملها لكم ان شاء الله، وبتنجان مكعبات، ممكن نحط معاها كم حته فلفل في بس مش كتير فيها كده، واروح صب عليها الخلطه دي وادخلها الفرن بس تمام كده، لو مش عايزين المقلي ده. يبقى هي نفس الطريقه، وهتحطوا برده بصل وتوم كده تشويحه صغيره مع الطماطم مع الميه، كله يغلي مع بعضه. معانا استاذه حكمت، اهلا وسهلا، ظبط المرحله بس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا وسهلا. شكرا يا شيف والله العظيم. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. كلنا بنسلم عليك. تسلم يا رب. تحياتي ليك كلكم. شكرا جدا ليك. ليك اي سؤال؟ طيب عايزه طريقه السلابيا. حاضر عيني. بصوا كده، بس لورو حطيت عود قرفه، طبعا موجوده عندي في الشغل مش مشكله. فصين حبهان، الحاجات دي بتطعم الحاجات قوي. فصين ثلاثة حبهان كده في الجناب. الكاري، الكاري حبه تحطيه حبه، مش حبه بلاش، يعني زي ما انت عايزه. عايزه تكتفي بالطماطم ماشي، مش عايز، بس انا بالنسبه لي ده حاجه مفيده قوي، فاحطها كلها عليها كده. خلاص انا خلصت، انا خلصت، ما فيهاش حاجه خالص، بس انا مستنيه الميه تغلي واروح صباها. الشكل ده كله انا حاطه قد الرز، ايه مره ونص او ممكن مرتين كمان. وانزل بقى البطاطس والبتنجان، ممكن نحط كده واحده كده واحده كده. ان شاء الله قريب اعمل لكم اللي مش مقليه، بس هي زي ما بقول لكم الطريقه بتبقى كده. بصهم بس كده، حاضر بس كده، هي كده خلاص خلصت. واروح مدخلها الفرن بقى ايه تتشرب، بس اضغط عليها شويه كده. هو كل ده العصير الطماطم وده كله هتلاقيه ايه طلع البخار عليها، واهي اتفس كده كده كده، واستوى الرز من تحت، شرب بقى كل الصلصه دي معاها. وسوى الخضار، خضار كده كده ايه. حاضر حاضر والله، الخضار كده مستوي عشان كده انا حطاه على الوش. طب اطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، وفاصل ونوصل. على قد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل وصفه من وصفات الصعيد شويه، بس احنا مدلعينها شويه باللبن الرايب اللي هي وصفه الفايش. طبعا الفايش في الصعيد ده ليه تاريخ وليه طرق، وليه طرق كتير، كل واحد ليه تكه معينه فيها. وطبعا ده يقول اه ده نفسه احلى، ده نفسه احلى، ده مسويها حلو، ده مش مسويها، يعني بص بتبقى فيها حاجات كتير جدا كده. وبعدين فيها خميره بايته، هي اساسها الخميره البايته، اساسها الخميره البايته اللي احنا يعني صعب ان احنا بنعملها شويه، بس هم لا، هم ليهم تكات كده زي العيش الشمسي. كل واحد في الصعيد بيت ليه طريقه فيه وليه نظام معين. نفس حكايه الفايش برضو، من التراث برضو، كل واحد ليه طريقه معينه لتخميره بحاجه معينه. لان في بيخمروا بالفول المدشوش، في بيخمروا بالسمسم، في بيخمروا بالحمص، يعني حاجات كتير كده. في بيخمر بالسوداني، يعني حاجات كتير. احنا طبعا عشان مش بنعمل كده، احنا بنعملها حاجه تفاريحي. عشان هم ليه بيعملوا كده كمان في الحاجات دي ويتكوا عليها قوي؟ لان دي يعتبر مخزون، مخزون عندهم بيقعد مده طويله ياكلوا فيه، مش بيحصل له حاجه ولا بيبوظ ولا اي حاجه. فعشان كده الحاجه اللي ليها مخزون عندهم بيقعد كذا يوم، يعني بيستعملوها بيتكوا قوي في عمايلها، بحيث تبقى الحاجه ما تبوظش منهم بسهوله. زي مثلا زي ما قلت لكم عيش الشمسي، زي الكشك، زي الحاجات دي كلها. طيب احنا هنعمله النهارده بدلع كده، لان هنعمل نص كيلو هيتاكل في يوميها او تاني يوم بالكتير، مش خايفين عليه ولا حاجه. هيبقى طبعا طعمه ان شاء الله حلو جدا، بس واخدين ريحه الفايش كده، ايه عارفين ريحه الحبايب، هي دي بالظبط. انا ايه واخدين ريحه الحبايب بس. فاحنا هنعمله بنص كيلو من الدقيق، وهعجنه باللبن الرايب، وهحطه نص كوبايه من السمنه، ومعلقه من الكركم، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه من الخميره، ورشه ملح. خميرة عادية طبعا، مش ايه، مش خميرة من البيتة ولا حاجة. هاخد انا بقى هنا كده اسيح بس السمنة، بسم الله، نص كوباية سمن. ما انا بقول لكم احنا بنعمل ريحة الايه الفايش، ريحتها مش هي بالظبط، شكلا وموضوعا، يعني هنعملها شكلا بس مش موضوعا، موضوعا ده بتاعنا احنا. هنسيح نص كوباية السمنة، ماشي.
وهنيجي هنا نحط معلقه خميره ومعلقه السكر ومعلقه ماشي، احط معاها برده الكركم مش هتقول لا، شويه رايب واقلبهم مع بعض، ممكن شويه ميه. ممكن نحط لها شويه ميه بدل الرايب، حطش حتى حبه ميه دافيين دافيين، حبه ميه دافيين. وبنسيح السمنه كده مش هقدحها، بسيحها بس. تمام، هاخد بقى 3 كوبايات الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، ورشة ملح، معانا ام عمر. اهلا وسهلا. ايوه زي حضرتك. ازيك يا دكتوره نجلاء؟ ربنا يخليك يا رب. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. كل سنه وانت طيبه بمناسبه طيبة. المولد النبوي وكل حاجه بتعمليها زي الفل والله العظيم. ربنا يخليك وربنا يكفيكي شر اعداء النجاح. امين يا رب العالمين. احنا متابعينك وعارفين انه يعني بنحس في ارقام كده في اعداء النجاح بيكلموكي، بس انت الحمد لله يعني متصدره على راس الجميع. الله يكرمك يا رب. تسلمي، ده من ذوقك والله، ربنا يخليك يا رب يا ام عمر. تسلمي يا رب. ليك اي سؤال يا ام عمر؟ قطعت ماشي. تحياتي ليكي ومتشكره لذوقك جدا جدا. لا بالنسبه بقى اللي بيتكتب ما تفكريش. ما هو انت كل واحد ليه نفسيات مختلفة كده، فاحنا طبعا يعني ايه مش هنعالجهم كلهم ولا هنرد عليهم صراحة، لأن في حاجات بتبقى مش مقنعة. ويعني أنا ممكن أرد على حد لو كتب لي مثلا يعني ايه نقد بناء أو نقد فعلا في حاجة معينة، أنا ممكن أرد عليه كويس جدا، بس لما تلاقي الحكاية بالطول بقى وفي كلام يعني كده مش راكب على بعضه أو غير واقعي تماما أو عايز يشتم وخلاص أو عايز ما بردش أصلا بقى، وريح نفسي خالص بقى، بلاش وجع قلب. لا 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 نريح نفسنا والله، ولا أقرأ لهم حتى يعني، خلاص بيبقى معروف أسامي معينة كده ما تقريش أصلا، تريحي نفسي. شكرا الزوج يا حبيبتي. معانا استاذه فاطمه، اهلا وسهلا. ازيك يا نوجة، عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ازيك حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي. تسلم يا رب. بص يا شيف، اتفضل. حضرتك كنت بتعملي كيكه بالشوكولاته زمان كده، بس كنت بتشيلي يعني بعد ما بتعملي المقادير في الخلاط بتشيلي مج منها كده ترتنيه، وبعد ما تعمليها بتحطيه على الوش. لسه عاملاها قريب قوي. ما انا عايزاكي تقولي لي مقاديرها معلش. حاضر. ومقادير كيلو كحك يا شيف نجلاء والنبي. حاضر حاضر، عيني. كيلو الكحك والكيكة، عينيا. حاضر، بصوا كده اهي تبقى طرية خالص كده. تمام، اهي واسيبها تخمر. اسيبها ايه تخمر؟ فين العجينة الخمرانة يا ولاد؟ انا بقى عاملهولك بقى ايه عشان الناس بقى اللي بتحب الفايش، وطبعا بياخد منها مجهود كبير، وحتى اللي بتشتريه من الافران مش هو نفس الريحه اللي انت بتجيلك من البلد مثلا، طبعا بيجي من البلد بقى ايه صناديق كده، فده بقى اللي بيحبه يعني وعايز يعمله يعمل الطريقه دي، ان شاء الله تعجبكم جدا ان شاء الله على خير، هتحسي فعلا بالريحه ايه موجوده معاكي في البيت. اهو حاطط دي كده تخمر، وبعدين بسم الله هناخد بقى دي كده واقسمها. يا ام عمر. ايوه معلش قطعوا عليا الخط. معلش عايزه اسالك، عايزه اسالك على حاجه، بنتي هتتجوز ما شاء الله قريب يعني ان شاء الله، ما شاء الله، فاحط لها ايه بقى في الفريزر؟ يعني مثلا اجيب لها ايه، قد ايه لحمه، قد ايه فراخ، قد ايه سمك، بحيث ما تبقاش ولا كتيره قوي
ولا قليله قوي. اه ما هو يعني طبعا ما تكتريش خالص، ما تستحملهاش الفريزر بتاعها او الثلاجه، لان انت ما شاء الله ربنا يخليكي يعني لو عايزه تجيبي لها بعد كده ثاني حاجه لها، بس ما يبقاش كله في الاول، واخده بالك؟ يعني في الاول حتى هي عشان ما تلفش. يعني الحاجات اللي المفروض عايزاكي بس حضرتك تقولي الحاجات المفروض احطها او اجيبها ايه وايه وايه وايه، يعني على قد ما تقدري كده. حاضر عيني، انا هحاول اقول لك دلوقتي ايه اللي المفروض يجي كده ويبقى سهل وبسيط معاها، بس هي بتعرف تطبخ ولا لسه؟ عايزين نعرف الموضوع ده. يعني احط لها نص طبخه ولا احط لها طبخه كامله بقى دلوقتي؟ وانا برضو ان شاء الله هكتب لكم على صفحتي برضو عشان اللي ما يشوفش في اللي هنا اهو معانا ما لحقش يكتب، او اللي انا هقوله دلوقتي برضو ممكن على صفحتي ان شاء الله هكتبهم وانزلهم لكم ان شاء الله على خير. بصوا انا بعملها زي قرصه كده، قرصه بصوا كده. معانا ام اميره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي، بشكرك على انك دعيتي لي ان اصبر على ادهم، وبشكر كل اللي دعوا لي وكل اللي اتصلوا عليا وكل اللي عزوني. ربنا يخليك. وعايزه برضو اعزي المسيحيين اللي توفوا في المنيا، واعزي مسجد الروضه في سينا اللي مات فيه 450، وبقول شجر المثمر يا شيخ نجلاء بيتحدد بالطوب، ومعلش انت اكبر من اي حد. الله يكرمك. وبقول لكل اعداء النجاح وكل اللي مستهدف مصر مستهدفه، وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل اللي ناوي شر لمصر او لاي حد إن كان، اي انسان، انا انت اي حد، ربنا حسبنا الله وربنا يجعل تدبيرنا فعلا تدبيرنا. هي اكتر حاجه تقوليها حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا كفيل باي حد، ربنا كبير وقادر على اي حد، حسبي الله ونعم الوكيل على اي حد فعلا. اسلام يا رب وتصبرك ربنا يا رب ان شاء الله على خير. بص بقى كده اهي، بص عملت ايه، كام قرصه بالشكل كده، ورحت سايباهم بقى ايه حاسبهم يخمروا تاني. يعني عملت خميره الاوانيه، العجينه اهي فين، هي راحت العجينه فين، وانا خفتها ولا ايه؟ العجينه اهي، بص واحد بيتوه، العجينه هي اللي لسه ايه عاملاها، سبتها تخمر وبعدين عملتها قراص بالشكل ده، تمام. اسيبها تخمر تاني قد ايه مثلا، ساعه زمن، قد ساعه زمن اسيبها ايه، اغطيها ببلاستيك وايه واسيبها تخمر تاني. معانا مين، ام محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نجلاء ازيك يا ام محمد، عامله ايه؟ الله يخليكي. بعد اذنك انا عاوزه اعمل لازانيا بس بتطلع مني ناشفه. تطلع منك ناشفه، بتسلقيها ولا مش بتسلقيها؟ لا ما بسلقهاش. خلاص تعملي البشاميل خفيف خالص، تعملي بشاميل خفيف هو هيفضل يغلي معاها جوه في الفرن، هتلاقيها طريت منك، تطلع ناشفه عشان انت حاطه بس البشاميل تقيل شويه زي المكرونه اللي احنا بنسلقها. لا ده انت بتحطي بين طبقاته بس كده بشاميل، يعني انت بتحطي ده لازم كل طبقه حطي بشاميل وحطي لحمه مثلا، او حطي بشاميل وجبنه، بس لازم بكل طبقه وطبقه تحطي بشاميل خفيف، حطي بشاميل خفيف بيبقى عايم كده في البشاميل، بتدخليه بقى في الفرن بتلاقيه شارب وبقى كويس جدا ان شاء الله يعني. طيب نيجي دلوقتي، ادي كده الايه العجينه بعد ما خمرت عملناها اقراص كده وسبتها تخمر تاني، ورحت مسويها في الفرن بقى بالشكل ده، تمام بقى بالشكل ده. اجي بقى هنا واقطعها عشان احمصها بقى، ما انا بقول لكم فايش فايش يعني، ابن عم الفايش مش فايش فايش. كده ما نعملهوش تخين عشان يتحمص معاكي حلو. تمام حاضر، واروح جايبه صينيه تانيه، صينيه تانيه، واروح حاطه عليها بالشكل ده كده، وادخلها الفرن تاني تتحمص بس، خلاص خلصت على كده. تمام ادي كده الايه الفايش او ابن عم الفايش اللي عملته بالرايب، اللي هيديك ريحه وطعم هايلين جدا. طيب انا هطلع فاصل دلوقتي، هكمل شغلي ده واحطهم في الفرن، واشوفكم بعد الفاصل. الفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض وردات البطاطا. البطاطا بقى الموسم بتاعها اليومين دول طعمها حلو ومسكر كده، لسه عشان طازه ما تركنتش، او ما تركن تحسي السكر بينزل منها كده، فدي لسه طازه.
احنا بقى هنجيب هنا بطاطا ونسلقها، او هوريك السرق بتاعها شكله ايه عشان ما حدش يحط يغرقها لي ميه ويسلقها زي البطاطس. وعليها هحط لها بقى ايه، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، اتنين بيضه، معلقه بيكنج باودر صغيره، ومعانا كمان الايه الفانيليا طبعا عشان البيض. ده كله يعني معلقه كبيره صغيره بيكنج باودر، صلحها للتحتانيه دي. وفي عندي زبيب وجوز هند وسوداني او اي مكسرات عندك، ده للايه للوش في الاخر بقى يعني زواقي زي ما انت عايزه. بس هي الوردات طبعا ما فيهاش، لان انا همررها من كيس، فالزبيب وجوز هند، جوز هند ممكن، انما الزبيب والسوداني ده ممكن للوش كده ازوق بيها الوردات. بنسلقها ازاي بقى في الاول؟ بص عشان نسلقها بس الطريقه كده ايه، كانوا زمان بيعملوها الطريقه دي، بس كانوا زمان بيعملوها بورق جرايد. طبعا ما ينفعش احط ورق جرايد طبعا، ما كانوش يعرفوا ان هو مش صحي، بس كانوا بيعملوها كده. احنا هنعملها بورق زبده، متفقين ان شاء الله؟ يعني جيب حله، جيب ورق الزبده، افرشها كده في الحله. دي كانت طريقه قديمه جدا، عشان بدل ما يحط في الفرن، دي بقى طريقه اسرع واسهل يعني. ونجيب بطاطا طبعا تكون مغسوله حلوه قوي، يملوا بيها بقى ايه الحله، تتملي كيلو بطاطا، 2 كيلو بطاطا، 3 كيلو بطاطا، زي ما انتوا عايزين، تمام. واروح حاطه حبه ميه صغيرين جدا، لو 3 كيلو بطاطا احط نص كوبايه ميه، احط ايه، بص حبه ميه اللي هحطهم عشان دول يعملوا البخار، بس نص كوبايه ميه، 3 كيلو بطاطا نص كوبايه ميه، واروح قافله عليهم ورقه الزبده كده عشان البخار ده هو اللي ايه اللي هيسويها بالشكل ده. واروح مغطيه واحطها على النار تغلي، تغلي اروح مغطيه النار خالص واسيبها تستوي بقى ايه في بالشكل ده. بس دي بقى تطلع مسكره زي ما هي. لو انا سلقتها في ميه وحطيت لها ميه، تلاقي السكر او العسل بتاع البطا بينزل في الميه وبقت مسخه جدا معاكي، بقت البطا مسلوقه مش حلوه خالص. انما دي الطريقه دي بقى بتاعت زمان دي هتغنيكي عن شوية بطاطا في الفرن، تطلع بالشكل ده بالظبط. شايفين بقى الشكل ده؟ حتى هتلاقي فيه بحروة من تحت كده فين هي؟ كأنها مشوية في الفرن، بصوا. دي بقى الأرضية بتاعتها اللي محطين من تحت خالص، اللي فوقيها تبقى بالشكل ده. مش بقى أما تكون مسلوقة قصايصة كده وطعمها مش حلو، لأ، ماسكة نفسها وحلوة كده. نعمل إيه بقى؟ هنجيبها، نجيب بس بولة. نقشر البطاطا، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دعاء، اهلا وسهلا. الو، ايوه شيف نجلاء. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا كنت بس عايزه اسالك على عجينه السكر. عايزه تعملي عجينه السكر؟ اه. عايزه تعملي تورتايه؟ اه. حاضر يا حبيبتي، نعملها لك ان شاء الله قريب جدا. طيب ادي كده ايه، هقشرها بسرعه بسرعه اهو. الايه الايه، اه كان حد سالنا عن الاكلير، ليه بيبقى من بره مستوي ومن جوه بيبقى طري؟ ماشي، هنشوف لكم المقادير بتاعته. هي طبعا البوتاجاز كده الفرن عالي، كده الفرن عالي، سوى الطبقه اللي بره انما ما سواش اللي جوه، فكده تبقى عاليه. لازم الفرن بتاعتك هاديه على 160 درجه اقل من الكيك، وعشان تخلي عشان تلحق تستوي، بس كده، ده اهم حاجه. يعني انت لو عامله الطريقه مظبوطه والمقادير مظبوطه جدا هتبقى ايه، هي بس مجرد ان الفرن عاليه فبتخليها حتى تلاقيها ما نفشتش معاكي حلو، هتلاقيها من بره بقت عملت قشره كده واستوت ومن جوه نيه، او استوت زي الكيك من جوه. بفترول ماشي، هو هو على طول كده اهو. مش هتاخد معاك طبعا لو
قاعدة فاضية واطلعها طبعا احسن من كده، ما اخليش حاجة في القشرة خالص. شوف كنازة مشوية ازاي، ما بتاخدش وقت خالص، بتستوي بسرعة جدا. بفترول معانا اهو، ده طبعا هي عجينة الشو برضو ممكن تعمليها بنفس الطريقة دي وتحطيها في الفرن على 160 درجة اقل من الكيك عشان يلحق ينفش ويستوي. ماشي، يبقى انا كده بقشر البطاطا واروح عاملاها ايه بقى، هرساها كويس قوي وخلطه معاها كل الحاجات اللي معانا دي. معانا هاجر، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه؟ انا كنت بس عايزه اسال عن التورته بتاعت الشوكولاته عشان عيد ميلادي النهارده. عايزه كنت تورته شوكولاته؟ طيب حضرت الشوكولاته يا اولاد، كل سنه وانت طيبه يا هاجر، عيد سعيد عليك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ماشي، هنجيب بقى شوكه كده نهرس دول. الفرن الفرن الفرن، مش تفكروني. وده يتحمص كمان شويه كده، فكري بقى بالفرن ده كمان. نتحمص خلاص، خد حقه وزيتين وزياده. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لازم يتحمص حلو قوي عشان ما ايه ما يبصش منك برده بسهوله، وعشان يبقى طعمه حلو اصلا. بهرس كده كويس قوي البطاطا، ده انا سلقتها، او لو عايزه تشوفها في الفرن شويه زي ما انت عايزه، بس انا وريتك الطريقه السهله. ماشي كده، اجيب بقى هنا اخلط المكونات التانيه، الزبده تاني نسيحها، تورته الشوكولاته معانا اهي. يلا يا هاجر صوريها علشان ما تتنسيش. حاضر، ودالك فين كده؟ شكرا ليك. انت بقيت مخرج ولا ايه؟ خير؟ طلع عادك عندك. هحط هنا اتنين بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين بيضة، ممكن نعملهم بالمضرب. فانيليا، اتنين باكو فانيليا، نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، نص كوباية دقيق، معلقة بيكنج باودر صغيرة بس مليانة شوية، قلبهم مع بعض كده، واروح نازلة عليهم بالايه؟ الأول بالزبدة وبعدين البطاطا. بس تسيح علشان ما تضايقنيش في الايه؟ في القمع بتاع. اقطع البطاطا خالص. بسم الله، شفت على طول ازاي على طول بيتحمص في ثانيه، فخلي بالك منه قوي قوي، يعني تعبنا كله روح هدر. معانا هاجر ولا مين؟ روان، يا روان. ايوه. ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله، انا بحبك جدا. ربنا يخليك، وانا كمان بحبك جدا يا روان. ربنا يخليكي. الله يخليكي. انا كنت عايزه اسال عن كيكه بالبرتقال. كيكه البرتقال، حاضر عينيا. كيكه البرتقال يا اولاد،
بسيح نص كوبايه الزبده، لو عايز حطي معلقه سمنه حطي معلقه سمنه بدل ربع كوبايه الزبده، حطي معلقه سمنه واحده كبيره، يعني يا ربع كوبايه نص كوبايه الزبده دي يا اما معلقه سمنه كبيره. ماشي، اقلبها الزبده كده مع الخليط ده كله. انا حطيت هنا ايه، هقول تاني، حطيت اتنين بيضه معاهم الفانيليا، اتنين باكو فانيليا ضربتهم مع بعض، حطيت عليها نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن وقلبتهم، نص كوبايه سكر وتقلبه كمان، حطيت معلقه البيكنج باودر الصغيره المليانه، بعد كده حطيت نص كوبايه الايه الزبده بس. يبقى الاول البيض عليه الفانيليا عليها اللبن عليها السكر ماشي، عليها البيكنج باودر عليها نص كوبايه الزبده. سهله كده ان شاء الله، سهله. انزل عليها بقى البطاطا دي اللي انا هرستها ليها حوالي كيلو، واخلطها كويس. دي ممكن تسيبيها ترتاح شويه علشان الزبده تجمد، عشان الزبده كده مسيحاها شويه فمش هتشكلي الورده حلو، فممكن اروح سايباها كده ايه قد مثلا ربع ساعه تايه تتلج، يعني الزبده تجمد شويه فيها عشان تشكلي ورده شكلها حلو. عايزه تحطيها كلها في صينيه واحده كده من غير تعملي ورده ولا حاجه وتدخليها الفرن برده حلوه جدا، يعني زي ما انت عايزه. معانا مؤمن، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف نجلاء؟ ازيك يا مؤمن، انت عامل ايه؟ بحب حضرتك قوي يا شيف. ربنا يخليك يا رب، تسلم يا رب. انت اخبارك ايه، عامل ايه؟ قولي. الحمد لله، والله بعمل كل اكلاتك ما شاء الله عليك. تساعد ماما. برافو عليك، برافو عليك يا مؤمن، كده الرجاله، هي دي الرجاله يا مؤمن. ايوه يا شيف، والله بحب حضرتك وبتابع حضرتك كل يوم. ربنا يخليك يا رب. طب قولي ليك اي سؤال يا مؤمن؟ لا والله انا اتصلت بس اسال على حضرتك. ربنا يخليك يا رب، شكرا يا حبيبي، تسلم يا رب، وتساعد ماما كده على طول ويخليها لك ويخليك ليها. ممكن احط شويه جوز هند كده كمان، تمام، واقلبها. طيب اطلع فاصل واوريها لك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي انا بعمل ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيتهم في قمع كده بكيس حلواني في قمع واسع شويه، تمام. دي البطاطا اللي عملناها مع بعض، وردات البطاطا تعملها ازاي بقى؟ بصوا هنيجي بقى كده دلوقتي، بتسيبيها تبرد شويه علشان بص، كل ما تبرد شويه كل ما تديكي ورده احلى، كل ما تبرد شويه كل ما تديكي ورده احلى عشان الزبده اللي فيها ايه تمسك نفسها. طيب نقول من الاول لاخر المقادير وننزلها، ايه رايكم؟ البطاطا اللي انا بعملها دي ممكن ننزل مقاديرها عشان ما تتحرقش دي. نزلي مقادير البطاطا وانا هقولها لكم برضو احنا عملنا البطاطا دي ازاي. جبنا اتنين بيضه، الاول سلقنا البطاطا، سلقنا البطاطا زي ما شفتوني سلقتها كده في حبه ميه صغيرين جدا، وتحتيها ورد ورقه وفيها ورقه بيضه بقى، ورق زبده، تمام، وبغطيها طبعا عشان تسويها البخار يسويها. وبعد كده حطيت اتنين بيضه في طبق ومعاهم الفانيليا وضربتهم، تمام. بعد كده فرحت ايه حط عليها نص كوباية من اللبن وضربتها كمان، وبعد كده نص كوباية دقيق معاها نص كوباية السكر، ودي في الاخر خالص السكر الاول، وضربتهم كويس، نص كوباية السكر برضو ضربتها كويس قوي، بعد كده الدقيق والبيكنج باودر كله ضرب مع بعض، سيحت الزبدة ونزلتها عليها وضربتهم مع بعض برضو. شيل بس دي عشان ما تتحرقش، تمام. بعد كده كنت مقشرة البطاطا وهرساها وحطها على الخليط اللي احنا عملنا ده كله، وسبتها تبرد شويه تهدى كده علشان الزبده تبدا تمسك نفسها من تاني، وبعدين اشكل بيها. كل ما تسيبيها شويه كل ما تلاقيها تشكلك الورده حلوه قوي عشان ما تبقاش سايحه منك. بالشكل ده دخلها الفرن، ماشي، هيطلع بالشكل ده.
واحلى من ده كمان عشان الفرن بتاعتنا بتلسع شويه. تمام. دي كده وردات البطاطا اهي، دي كده قبل وبعد. تمام كده. اهي ورد البطاطا اهو، عايز اوريها لك. تبقى طريه طبعا مش ناشفه، خلي بالكم ورد طري حلو قوي اهي، شايفها كده عشان مش باينه في وسط ال. دي ورد البطاطا تبقى بالشكل ده. طيب عملنا ايه كمان؟ عملنا زودناها بشويه جوز هند بقى. عملنا الفايش، الفايش اللي عملناه باللبن الرايب زي ما كده، ريحه الحبايب يعني، مش هي الطريقه هي هي بس ايه شكلها وريحتها. احنا جبنا المقادير فين؟ جبنا بص انا عايزه اوريكم هنا برضو، انا عملتها بنص كيلو دقيق، عملتها بنص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه نص كوبايه سمنه. بص كده اهو، ده ما شاء الله اللي انا وريته لك، انا بططته معاكم بالعجينه الخمرانه بتاعتي وحطيته علشان ايه ينفي يستوي، وبعد كده قطعته بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين حطيت دخلته تاني الفرن علشان يتحمص. تمام بالشكل ده كده. او معاكم المقادير على الشاشه يا ريت تصوروها. بس كده بعد ما حطيت بقى كل الحاجات دي، يعني حطيت الاول الايه الخميره معاها السكر، خميره اللي هي معلقه سكر، خميره مع معلقه السكر، ممكن تحطيها معلقه سكر كبيره شويه مش مشكله، مع معلقه الخميره الكبيره برضو، وعليها شويه لبن رايب او شويه ميه دافيه، وسبتهم حوالي 10 دقائق. بعد كده سيحت السمنه تمام، وحطيت عليها هي عليها على الخليط ده السمنه مع اللبن الرايب، وحطيت كمان الكركم، حطيت معاها الكركم، وبعدين رحت حاطه الدقيق وقلعجنته كله مع بعضه، سبتها تخمر، وبعدين عملتها اقراص بالشكل ده ودخلت، وسبتها تخمر تاني، تسيبها تخمر قد نص ساعه ساعه حسب الجو اللي عندك، وبعدين دخلها الفرن تستوي بالشكل ده. سيبها تبرد بقى، اسيبها بالشكل تبرد، ما تجيش لحد دلوقتي، سيبها تبرد خالص، وبعدين قطعيها بقى زي ما شفتينا كده ترانشات بالشكل ده، وقلبيها على جنبها ودخليها ايه في الصينيه كده، ودخليها الفرن تتحمص، تبقى بالشكل ده. اللبن الرايب بقى مع الحاجات دي كلها تديها طعم حلو جدا، والكركم طبعا هو بقى اللي مدينا ايه قال يعني بقى الفايش بجد. بس عملنا ايه تاني؟ عملنا صينيه البطاطس باللحمه، ولا عملنا قبلها ايه؟ ماشي بطاطس باللحمه اهي. احنا دي لحمه مسلوقه، اوعي تنسي دي لحمه مسلوقه، شوحتها مع البصل على النار مع الثوم، وبعد كده حطيت لها عليها الصلصه وماء عصير الطماطم والميه، وسبتها تغلي معاها شويه، وبعد كده حطيت البطاطس في الصينيه ودلقت عليها كل ده، وقلبتهم مع بعض كده شويه، ورحت مدخلها ايه حطها على النار كمان تغلي كام غلوه، وبعدين دخلتها الفرن. بقى كده صينيه بص باللحمه محترمه بتاعت هنيدي، هي دي بتاعت التخرج هنيدي، هي دي بتاعت حفله التخرج. تمام. عملنا كمان صينيه رز بالخضار المقلي. انا عملت جبت صينيه حطيت فيها رز من تحت، رز ني، قليت بقى بطاطس وبتنجان وفلفل، بعد كده عملت صلصه عصير طماطم يعني، صلصته ببصل وثوم، شوحته ورحت منزله عليه الايه عصير الطماطم، وسبته يغلي وشويه ميه كمان، حطيت بقى الرز وعليه قرنبيط مقلي كمان، مش في قرنبيط خلي بالكم، مقلي مقلي عادي مش مسلوق، انا يا دوبك رز بص بالظبط، ورحت حاطه عليه بقى الصلصه ورصه في ايه البطاطس وبتنجان، حطيت الصلصه بعد الفلفل والقرنبيط، وبعد كده حطيت عليه وشهم الايه البتنجان والبطاطس بالشكل ده، ودخلتها الفرن تستوي. بس كده بقى من تحت بقى الرز، ومن فوق الايه اقلب كده، ولا شكلها مش حلو يا اطلع حاجه ولا ايه؟ اطلع حاجه من الجنب. عايزه بس اوريكم الرز اللي تحت، عشان تعرف ان هي بالرز، حته صغننه على جنب اهي، الرز اهو، ودي الصلصه عليها والخضار، مش عايزه ابص شكلها بس. طبعا بيتغرف كده من تحت لفوق وخلاص. بس كده كده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وده مرحلتنا وكل حاجه فيها مراحل. يا رب تكون عجبتكم الحلقه ان شاء الله، وتجربوها وان شاء الله تعجبكم وتنجح معاكم ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، الى اللقاء.